هو واضح ان هو سهل ان هو ينفتح. يعني ملاحظين اول ما بنحط صبعي كده بصوا بتعمل ازاي؟ معلش طبعا دي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم يا جماعة، تحياتي لكل متابعينا والناس الجميلة اللي منورانا على قنواتنا على اليوتيوب. أحلى صباح عليكم، تحياتي لكل الناس اللي متابعانا من كل مكان في الوطن العربي وكل مكان في محافظات مصر. النهاردة دفعة جديدة من دفعة الكلاب، وطبعا هنطمن على أخبارهم الصحية، وفي مشاكل مقابلانا، المشاكل دي هنتكلم عليها في الحلقة، منها مشاكل الودان ومنها مشاكل الحساسية ومنها مشاكل كتير بتقابلنا في أي وقت. طبعا أي حد مربي كلاب بيكون معرض يا جماعة لأي مشكلة ممكن تقابله تمام في تربية كلاب الحراسة اللي انت بتربيها في البيت. طبعا كلب البيت بيكون غير كلب الشارع، كلب الشارع طبعا بيبقى معرض لمشاكل كتير في علاجه مع كلاب وضرب ومضاربات، وممكن يجيله حساسية، ممكن يجيله كذا، بس سبحان الله بقدرة ربنا الإلهية ان هو بيتعالج من الحاجة دي تمام بطريقة مباشرة من عند ربنا من غير ما اي حد يتدخل. لكن كلب البيت لو احنا ما تدخلناش مش هتلاقي ان يكون في كلب موجود اساسا. النهاردة هنشوف كده مواضيع كده ونتكلم ونتطمن ونعرف اخبارها ايه. كان في ناس بتقول يا كابتن ابو نور مشكلة الودان وعندي كلب ودان ومش ودان، وهنتكلم برضو عن الودان لان دي حاجة مهمة. وعندنا مشكلة مع الكلبة ديفا، طبعا الكلبة الرط دي كانت جرواية عندنا اهي، طبعا واضح في الفيديو عندنا مشكلة مع ديفا، هنتكلم عنها دلوقتي ونقول ايه المشكلة تمام، وهنبدأ ان احنا نتابع مع بعض ونشوف المشكلة دي هل نحلها ازاي ولا نسيبها شوية ونصبر عليها والكلام ده كله. طبعا يا جماعة اديهم التليفون ده هناك. طبعا هنتكلم النهاردة وهندردش. جاهز باشا بالكلبة اللي عندك تمام، لان هي دي هتكون موضوع الحلقة. اربطها هناك هنا، اربطها هناك هنا، بس في الحاجة دي تمام. هاتلي الاجندة كده. طبعا معانا مجموعة من الكلاب، في منهم الهاسكي وفي منهم الجيرمان وفي الروت وفي انواع كتير تمام هنتكلم عنهم. هناخد الاول هيرا. هيرا دي كلبة، فاكرينها يا جماعة الكلبة اللي احنا كنا قلنا الكلبة البلدي اللي كانت مجوزينها الميلو، كلب مالينو. يلا يا باشا اللي مش هقول لك عليها دخلها على طول تمام. طبعا اخر مره كنا مجوزينها يا جماعه ما شالتش الكلبه. هنتكلم عن السبب وهنتكلم عن الحاجات دي كلها في حلقات كتيره. بعد كده جولي حل، يلا دخلها. طبعا انا لسه مراجع عليهم من شويه وشايف مواعيد تواريخ الحقن. وبعد كده ايمن هتخش برده. موكا هتسيبها. انا شايف مشكله عند موكا يا جماعه، هنسيبها. سيبها تمام. بعد كده ايفا دخلها، كلبه بيتبول. بعد كده شقاوة دخلها. بعد كده سلطانه دخلها، وهنسيب ديفا عشان عليها مشكله تمام. وبعد كده جاكي هتخش برضو. يلا دخلهم، دخل المجموعة ديت وسيب لي الثلاث كلاب دول بس. طبعا موضوع حلقتنا هيكون على الثلاث كلاب دول يا جماعة، هنتكلم عليهم ونشوف مشاكلهم ايه. ايوه دي تخش تمام، هنشوف مشاكلهم ويكون الكلام عليهم النهاردة. هنشوف الموضوع ايه علشان نبدأ ندردش مع بعض ويبدأ يكون الموضوع عملي زي ما عودتكم ووعدتكم قبل كده، ان احنا كل حاجة هتكون فكرة عملية ونتكلم مع بعض علشان مفيش اي حد يتقابله اي مشكلة في تربية الكلب بتاعه. كل ما تتخيله بإذن الله هنتكلم عنه في الحلقات اللي جاية تمام، وبإذن الله هيكون خير دايما. طبعا هنبدأ الاول بمين، تختاروا مين نبدأ مين بيه. معنا ادي كلبة بيتبول، كلبة روت، وكلبة جيرمان، ثلاث كلاب هنتكلم عنه تمام. اول حاجة هنبدأ بموكا تمام. نبدأ بموكا. موكا يا جماعة كلبة بيتبول تمام. طبعا والدة عندنا، بس لاحظنا في الفترات الأخيرة ان في هنا الحتة دي مجروحة اهي، يعني ده جرح تمام.
ما تكبرليش بقى الموضوع وتخشلي في دايره بقى وتخشلي في ليله ودنيا وكلام من ده. تمام، والكلبه تعبت والكلبه مرضت والكلبه الموضوع كله مش مستاهل الكلام ده. اغلب كلاب الحراسه وقت الولاده وما بعد الولاده اللي هي فتره، نستاذنكم روحوا كده عشان الكلاب اللي ورايا دي. تمام، اغلب كلاب الحراسه في فتره الولاده وما بعد الولاده بالذات فتره الرضاعه بتلاقي يبان عليها علامات غريبه جدا. علامات غريبه زي ايه؟ تبص تلاقي الكلبه بتهرش، تبص تلاقي فيها حته متعوره، تبص تلاقي فيها حته حساسيه، تبص تلاقي عينها معمصه، تبص تلاقي مش عارف ايه. طب ليه 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 الكلام ده كله؟ الكلام ده كله بيكون بناء عن مشاكل في التربيه اللي هي اهتمامك بيقل بيها فتره الرضاعه. فتره الرضاعه بتطلع كلبتك، بتحميها، بتسرح لها، بتدي لها علاجات، بتدي لها حاجات من دي. بس المشكله بقى ان في حاجه بتكتفنا احنا كمربيين كلاب. ايه هي اللي بيكتفنا كمربيين كلاب؟ العلاجات. بنقعد نفكر مع نفسي، طب الكلبه بتاعتي بترضع، في حقنه المفروض نديها لها مضاد حيوي وما ينفعش، يعني دي كلبه مثلا بترضع دلوقتي فانا عايز نديها مضاد حيوي عشان حته زي دي، ما ينفعش، علشان المضاد الحيوي هيقل من قدره اللبن معاها، هياثر على عيالها. طبعا كل دي حاجات بتعوق تربيه الكلبه بتاعتي وبتعوق المشاكل بتاعتها. يبقى لما نلاقي في كلبي مشاكل زي كده، مثلا حته جرح سطحي زي كده، بعدين دماغك عشان الناس تشوف، ايوه كده تمام، جرح سطحي زي كده، اول حاجه بنبدا نفكر فيها الكلبه بتاعتي في وقت جوازات ولا في وقت رضاعه ولا في وقت طبيعي ما فيهوش اي حاجه مرتبطه بيها. لا، عندي في وقت جوازات ورضاعه. هنبدا نعالج علاج ايه؟ هنبدا نعالج علاج سطحي، يعني ما فيش حاجه تخش معدتها ولا حاجه تطول الدم ولا حاجه تطول الجسم من جوه، هيكون العلاج كله سطحي. طب نعالج سطحي بايه؟ في عندي كذا حاجه ان انا ممكن نعالج بيها. في كريمات، ودي انا ما بفضلهاش في شغلي، في جنتيانا الزرقاء، ودي اللي انا بشتغل بيها لان بتنشف اي جرح بسرعه وبتكون عباره عن ماده مطهره للجروح كمان. الجنتيانا جاهزه؟ تمام؟ طبعا الجنتيانا اتكلمنا عليها كتير، بس للاسف ان كان في اخت في دوله الجزائر احتارت وداخت وما عرفتش تجيب الجنتيانا ازاي، وجابت انواع تانية وحاجات تانية، وكانت كلمتني كنت متابع معاها، حصل ان انا يعني انضغطت شويه ما عرفتش اكمل المتابعه، الكلام ده كله. تمام، الجنتيانا دي يا جماعه تمام بشريه وبنستعملوها بشري وبيطري. تمام، لو ما لقيتش جنتيانا، في جنتيانا رش بتبقى موجوده عند البيطري وبيبقى محطوط عليها ماده ميه اكسجين كمان. تمام، بس الجنتيانا اللي احنا بنعملها دي بتكون افضل، او اللي موجوده في الصيدليه البشري افضل. اسمها جنتيانا، اسمها دواء ازرق، اسمها مس ازرق، اسمها مكروكروم زي ما الناس كانت زمان بتقول، اسمها الحاجات دي كلها. دي علاج قديم جدا واحنا بنشتغل بيه بناء عن كلمات الناس القديمه اللي كانوا بيقولوا عليه ان علاج كويس وعلاج فعال جدا وبيساعد بسرعه على شفاء الجروح. يلا يا باشا تعالى. طبعا ادي يا جماعه جنتيانا، مش هتزعلني في حاجه، يعني هو اللي هتغير لي اللون بتاع الكلبه او هتعوص الكلبه، لا ما تقلقش، يعني مش هتزعلك في حاجه. ده هيتحط لها تمام كل يوم مرتين، مره الصبح ومره بالليل في المكان ده، ولو في اي مكان تاني في جسمها يتحط عليه برضه. تمام، خليها لنا زرقاء كده شبه الحمار الوحشي، ايه رايك؟ ادي يا جماعه في العلاج علشان الرضاعه، ما نقدرش ندي مضادات حيويه، ما نقدرش ندي حاجه من دي، العلاج كله علاج سطحي. في بقى حاجه في الجنتيانا الناس ما بتاخدش بالها منها، الجنتيانا دي مره قوي، مره قوي زي الصبر كده. الكلب بتاعي اكتر حاجه بتكبر الجرح وتوسعه او تهوره زي ما الناس بتقول، تمام، اللحس. الكلب بيلحس على طول، لسان الكلب بتبقى مجففه شويه، يعني اللعاب بسيط فيها غير اللعاب اللي في بقه اللي في سقف بقه والكلام ده كله، انما اللسان بتكون مجففه، يعني بتكون خشنه، حتى انت لو عندك كلب ولحس ايدك هتحس ان في حاجه خشنه بدات تمشي على ايدك، فالخشونه اللي في لسان الكلب بتساعد على ان الجرح يوسع، مع ان سبحان الله، هل تعلم ان لعاب الكلب فيه ماده مضاد حيوي خاصه بشفاء الجروح بتاعته؟
طبعا بس بتقعد فتره طويله، ولازم يكون الكلب مطلوق في الجو الطبيعي، يعني ما يكونش الكلب اللي عندك في البيت. يعني الكلب اللي عندك في البيت عشان يلعق او يلحس الجروح بتاعته هتهور اكتر، لان الكلب الماده الفعاله اللي في جسمه مش شغاله بناء ان الكلب مش واخد الحاله الطبيعيه بتاعته في الشارع، تمام. لكن الكلب البلدي سبحان الله اول ما يبدا يلحس جسمه مره والتانيه والتالته تبص تلاقي الكلب ايه الجرح صحى بسرعه. لكن احنا هنا هنبدا نساعد الكلبه بتاعتنا، تمام، ونبدا ان احنا نحط لها الجنتيانه ايه، وهنشوف رد فعل الجرح ده ايه في اليوم مرتين. مش معايا الكاميرا تجيب الاخ اللي قاعد سرحان، الكاميرا تلف على طول تجيبه، مش معايا انت. طيب ماشي، الحمد لله على السلامه. لسه جاي من الصفا. طب خد الشنطه من المطار، الشنطه في المطار. انت بتبص في ايه؟ انا مش حتى اللي بيصور مش عايز حد دخل الشنطه. تمام، المفروض ان انت على الاقل حتى لان خد بالك المعلومه لكل الناس اللي متابعه معانا، تمام، ان كل التحديات اللي جايه في داخل حيز الكلاب، مش هيبقى في اي تحديات تانية من التحديات اللي احنا كنا بنعملها. خلاص، كل التحديات اللي جايه داخل حيز الكلاب، سواء اسئله سواء شغل عملي سواء هزار وضحك بالكلاب، اي حاجه خارج من نطاق الكلاب. لا خليك انت بقى قاعد مركز انت في الهزار، تمام، ونيجي نسالك مثلا نقول لك نحط الكلب ده ايه، قول لي ما نعرفش، تحرج نفسك يعني خي خي خي، تحرج نفسك قدام الكاميرا والناس تقول شوفوا شغال مع ابو نور وما هوش عارف. ها انت والتاني مستخبي ورا. ماشي، خلصنا من مكة ننقل على ديفا. تمام، ديفا. ديفا كلبة روت طبعا مولودة عندنا يا جماعة، وزي ما انتوا عارفين ولدت قبل كده، وكلبة جميلة جدا ودمها خفيف جدا. دودو تعالي تعالي يلا. النهارده لاحظنا في ديفا مشكلة ان رجلها دي ورمة، كف الرجل من تحت. بصينا من هنا لقينا خراج صغير اهو، هو واضح ان هو سهل ان هو ينفتح. يعني ملاحظين اول ما بنحط صبعي كده بصوا بتعمل ازاي. معلش، طبعا ديفا المفروض ان احنا نتدخل ونفتح الخراج ده، لكن احنا ممكن نعمل حاجه، ممكن نديها مضاد حيوي، تمام، بس في نفس الوقت انا بفضل ان انا افتحه. طيب جه منين الخراج ده وليه؟ في ناس تقول لك من الاكل، في ناس تقول لك مش عارف ايه. لا 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 لا، انت كبني ادم، انت كبني ادم بتاكل طبيعي وبتاكل اكل طبيعي خالص 100%، ممكن تبص تلاقي حبايه طلعت لك في جسمك، دمل زي ما بيقولوا كده، خراج طلع لك وانت ما انتش عارف منين. دي بتبقى عباره عن تفاعلات جويه طبعا مع البشره او مع الجلد او مع الحاجات دي كلها بتطلع الحاجات دي. يعني الحاجات دي كلنا معرضين ليها كبني ادمين، او حيوانات معرضين للحاجات دي، تمام. فطبعا لازم ان انت تبدا ان انت تشتغل رسمي. يعني هتعمل ايه بقى انت كصاحب كلب ومش عايز حد يضحك عليك ومش عايز حد يتدخل لك في حاجه وعايز انت تعيش مع نفسك، تمام. الموضوع سهل وبسيط خالص. واحد، هنجيب شفرة موس جديدة ما تكونش استعملت قبل كده، تمام، شفرة موس جديدة ما تكونش استعملت قبل كده، تمام. اتنين، هنجيب مية اكسجين. تلاتة، هنجيب جنتيانة او هنجيب بتادين، تمام. اربعة، هنجيب علبة مناديل او كيس قطن، تمام. هنجيب الحاجات دي تكون موجودة عندي في البيت لان دي حاجة مهمة جدا. بنحط الحاجات دي جنبي وبنبدأ ناخد شفره من الموس ونفتح فتحه صغيره جدا في الحته اللي هي ظاهره قدامي دي وطريه، تمام. طيب احنا دلوقتي هنعملها؟ لا مش هنعملها، هنسيبها بس هندي للكلبه مضاد حيوي الاول، تمام. مضاد حيوي نجرب معاها يومين مضاد حيوي، هل لو نشفت ولمت خلاص، بس انا شايف ان هي يفضل ان هي تتفتح يعني، تمام. طب ايه رايكم نفتحوها؟ طب ما انا قلت على شويه حاجات كده ما حدش منكم راح جابها. والله؟ ايوه. طيب يلا. شفرة موس هتلاقيها في الكيس اللي تحت المكتب. يلا. قول لهم جوه شفرة موس. هو هم اللي قالوا عليك كده، هم اللي قالوا نفتحه. يعني هم اللي قالوا بقى قوم اضربيهم. وكمامة؟ علشان احنا مش هنبنجها عشان فتح صغير زي ده. يعني المشكله مش كبيره يا جماعه، المشكله حاجه بسيطه جدا، فاحنا مش هنبنج.
طب انا هلبس الكمامه يعني حد هيجي يمسكها؟ طب نلبس الكمامه وتفتح انت؟ لا نيجي ايه لو كده نلبس الكمامه وتفتح انت؟ لا حبيب قلبي طيب جوانتي انا تعمدت ان انا نصور الحلقه وما نجيبش الحاجات دي كلها جنبي عشان كله يتحرك وكله يجري كده ويجيب. انت طبعا واقف تقول لهم روح هاتوا كذا روح هاتوا كذا صح؟ نجيب ايه يا كابتن؟ نجيب ايه؟ طب هات البتادين ماشي وهات لنا جردل جنبنا كده احلى مسا عليك يا شكشك تمام شفره جديده تمام هتعرف بقى تسحب اكسجين ولا ايدك هترتعش زي الرجاله التانيين ها؟ سيبها براحتها بص يا شيكا بص يا شيكا بص ديت المصنع بيعملها كده عشان تيجي انت تعملها كده ما فتحتش قبل كده ما فتحتش قبل كده ما انا عارف ما هي ديت اول مره ما اعرفش تعمل دلوقتي عبي ميه اكسجين عادي ايدك ما ترتعش قبل ما تعبي ميه اكسجين بص تيجي عامل السرنجه كده الاول مرتين ولا حاجه اهي شغل السرنجه ويفضل انك سرنجه كبيره شويه سرنجه كبيره شويه اسرع يعني ادي الجوانتي الجوانتي ده عمران بيقول الجوانتي جبت الجوانتي اه يا كابتن شكرا على الجوانتي يا طويل سلام يا رجاله سلام يا رجاله امتى بقى نيجي في يوم كده ونقول له النبي يا حاج ابراهيم افتح للكلبه دي اعمل لها يلا الحاج ابراهيم فتح على طول بس نخاف يجي فتح بطنها والله لا يا كابتن فعلها عادي بس مش هنعمل الجواز ازاي بس كده ابراهيم الجوانتي ده فيه مشكله ايه يا كابتن خمس صوابع يا رب جهزت جاهز بكل حاجه ادي الموسى يا جماعه اهو تمام هنكسر الحرف اللي هو متني في الاخر ده علشان ما يعكسش معايا في الفتح اهو بقى شكل الموس كده موس جديد ما يكونش استعمل الورقه بتاعته احنا لسه رامينها ايه انت كل ما عليك ان انت هتمسك لي دماغ الكلب بس يا قشطه بس يا قشطه طبعا ادي الرجل اهي هنفتح من المكان الطري جدا المكان الطري جدا ده اهو المنتفخ ده اللي هنفتح فيه تمام جاهزين بس 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 انا مش عايزك تتعصبي وانا هنريحك من الدنيا خالص ادي يا جماعه الصديد اللي طالع اهو بس 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 روقي بس 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 يا قشطه بس يا قشطه هات لي منديل منديل واحد بس جنبي هنا بص جنبي هنا جنبي هنا شكرا حط المنديل شكرا بس يا قشطه بس 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 امسك جنب لازم نصفه عشان ترتاحي يابا بس صفى جاهز بال طبعا يا جماعه بعد ما بنصفي زي ما شفنا الصديد في الارض اهو تمام بعد ما بنصفي بنبدا ان احنا نغسل الجرح بميه اكسجين على قد ما نقدر جاهز والله انت راجل محترم ادي يا جماعه ميه الاكسجين اهي شايفين الفوران ده يلا عبي لي بس يا قشطه بس يا شيخه روقي معاش ولا كان اللي يزعلك انا عارف بتحرق معلش معاش ولا كان اللي يزعلك انت زعلان ليه يعني؟ ما زعلتش انا كلمت يا عم انت زعلان ليه؟ ما زعلتش دي هتاخد في اليوم مرتين ينكتام تمام مرتين ولازم تتاكد انك خدتهم مره الصبح اول ما تيجي يوم ومره ايه
قبل ما تروح. اهدى عليا شويه، اهدى عليا شويه عشان ايه مات الاكسجين، تاكل الميكروب اللي جوه. روقي يا قشطه، روقي يا قشطه، كله اللي انت وريني كده. الحمد لله، ايوه الحمد لله جت سليمه الحمد لله. هترتاحي بقى، انت كنت مش عارفه تدوس على رجلك. روقي، الله يرحمك يا امه، انت تمسك الفرخه لما تبقى تعبانه تعمل لها عمليات برضه. الله، تقول لي امسك لي كده يا ابني، امسك لها كده، تيجي ماسكه الفرخه عامله لها عمليه. مش تقول لي الحريم بتاعت اليومين دول. بص تلاقي الواحده منهم لو شافت صرصار في المطبخ يجي لها اكتئاب نفساني وممكن تقعد في المستشفى 6 ايام. صح؟ بس خلاص احنا خلصنا. واحدة بس، سنجة واحدة. هي كده نضفت. طبعا يا جماعة شايفين الورم خف خالص اهو. تمام؟ واحدة بس كده؟ اه، شايفين الورم خف خالص اهو من رجليها. تمام؟ آخر سرنجة دي، آخر سرنجة، والنبي استحملي. خلاص. خلاص. خلاص أنا عارف إني بيحرق. أنا عارف بس خلاص. بس بس بس. بس بس بس. بس بس بس. بس بس. اوعى اوعى تعضك. هلا انا شايفها بتعدى في الحديده. بس خلاص. بس 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 بس. روق روق، امسك من ورا كده يا باشا، امسك من ورا كده بدل ما انت واقف حضرتك في جنبك. ايوه كده يا باشا. بس 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 خلاص، هنحطه بتدين وخلص الموضوع على كده. طب ينفع نربطوكي، نربطه الرجل دي؟ ما ينفعش، عشان لو ربطناها هتعمل ميكروب اكتر، يبقى لازم نسيبوها ونحطه ايه؟ البتادين كده، نغسلهم بالبتادين. خلاص روق روق روق. طيب ينفع الولا شيكا ما يديكيش يونكتام؟ لو ما اديكيش يونكتام كل يوم الجرح ده هيقفل تاني ويملى تاني مكروه. مرتين في اليوم، مرتين في اليوم. لو في مره واحده اتلغت الجرح هيقفل ويملى تاني. انا هفكرك لمده كام يوم يا ديفا؟ لمده 3 ايام. بقول لشيكا فكريه، قول له علاجي النهارده يا شيكا. سيبها سيبها تهدى خالص. شيلها الكمامه ولا خليها تبعد عنها خالص وقلع الكمامه. شيل من هنا الحاجه ديت وقعي بقى بعيد. شيل الحاجه دي يا باشا وشيل الموز ده ارميه. شيل هنا ارمي. سيبها ساعة ساعتين بالظبط وهتحط رجلها في الارض وتبقى طبيعية 100%. علشان وقت الحلقة يا جماعة كان وقت طويل وكنا هنتكلم عن مشاكل الودان، لكن الموضوع خد مننا وقت طويل فهنخليها في حلقة تانية. في الاخر نقول لكم تحياتي ليكم وتحياتي لكل الناس المشتركة. ما تنسوش تعملوا لايك وشير، وان ما كنتش انت غاوي وفاهم وتقدر تعمل اللي احنا عملناه ده اوعى تعمله. وان ما كنتش انت عارف انت بتعمل ايه اوعى تعمل. اوعى تفتح حته في جسم كلب الا لما تكون متاكد وواثق من نفسك ان انت عارف انت بتعمل ايه، او ماشي ورا كابتن ابو نور وانت واثق من اللي هو بيعمله. تحياتي لكم جميعا واحلى مسا عليكم. تحياتي لكل الساده المشتركين وكل الساده المحترمين اللي متابعينا دايما على قنواتنا. احلى مسا على الجميع، وما تنسوش لايك وشير وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.